لكن عقدية موفقة غايسدد وحيدا لكن ممتاز 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 سعد خلوفي كانت كرة خطيرة مازال كرة مازال كرة لكن دفاع تشافو جويل ممتاز كرة الأولى هدف المقابلة كان تصدي الكرة الأولى كان تصدي الكرة الأولى من طرف سعد الدين الخلوفي كان تصدي الكرة الثانية من طرف تشافو جويل لكن الكرة الثالثة الثالثة ثابتة وفتح النظر كيف تسجيل أولى أهداف المقابلة العمراوي اي حاول يلعب عقدي طويل الثقه شوفوا جويل ممتازه لكن مبعده العظامه كيحاول يسيطر عليها العظامه كيتقدم ممتازه في المراوغه ممتازه العقديه جميله لكن بعيده ولا هدف المقابله لصالح النادي الرياضي قنيطرة عن طريق باب السوق كان ممتاز العظامه في الاختراق كان ممتاز التمرير وكان باب السوق اكثر تميزا في الانهاء والنادي الرياضي قنيطرة كيعدل النتيجة هدف مقابل هدف في مواجهة فتح النظر فتح النظر فتح النظر سجل أولا لكن الرياض كان سريع دقيقة 70 من المقابلة ركنية لصالح النادي قنيطرة كاكاو غير لعبة عقدية طويلة كاكاو طويلة لكن تدخل مازال كرة مازال صراع القنزاري والحارس ما فيها شيء جميلة الثاني لصالح النادي الرياضي قنيطرة عن طريق باب السوق مقاسي جميلة هذا باب السوق والثنائية في هذه المقابلة باب السوق والثنائية في هذه المقابلة احتفالية ولا أجمل والنادي قنيطرة يتقدم 2-1 على حساب فتح النظر كانت قتالية كبيرة مبعدة من الحارس وباب السوق في المكان المناسب ومقاسي بهدوء والثاني لصالح النادي الرياضي قنيطرة هدفين المقابلة هدف هدفين النادي قنيطرة مع من تسجيل باب السوق عقدية طويلة ثقة ما فيها شيء مبعدة ممتازة لكن ضاعت وهدف لصالح فتح النظر هدف لصالح فتح النظر التعادل لهدفين مقابل هدفين كانت تغطية مكان جيدة لصالح النادي قنيطرة محمد الضو غيتقدم غيسدد طويلة جزاري بسعيد مطاردة بتنزع الحكم يقول ما فيها شيء سويت الحكم كاكاو غير لعبه طويله جميله والثالث لصالح النادي الرياضي قنيطرة عن طريق عبد الله القنزاري عقدية على المقاس من نفر كاكاو ورأسية أكثر تميزا عن طريق اللاعب عبد الله القنزاري والنادي قنيطرة كيتقدم 3 أهداف مقابل هدفين النادي قنيطرة كيتقدم 3-2 في اخر دقائق المقابلة رأسية بديعة جميلة عن طريق عبد الله الكنزاري عقدية على المقاس ورأسية على المقاس النادي قنيطرة يتقدم 3 اهداف مقابل هدفين على حساب فتح النظر نجمة طويلة خروج موفق بابا الصوم بعد اول تشوفوا جويل مازال كرة غيسددها الهدف القاتل الهدف القاتل لصالح فتح النظر في اخر ثواني المقابلة هدف قاتل لصالح فتح النظر في اخر ثواني المقابله طويله عند مجدوب ونهايه المقابله نهايه المقابله بالتعادل الايجابي 3 اهداف مقابله 3 ما بين نادي قنيطرة وفتح النظر اذا نظركم ايضا في وقت لاحق ان شاء الله الى اللقاء.